السؤال برضو اللي دايما يا كابتن يعني بنسأله، الكرة عادلة؟ اه انت قلت لا في الاول. اه ليه عادله؟ ليه قلت لا او ليه قلت اه؟ لا في ساعات مثلا تظلمك، مثلا تبقى انت بتشتغل في اتجاه بس ما تديكش انت، يعني ايه يعني؟ يعني ممكن تكون انت مثلا بتعمل احسن حاجه عندك كشخص كفرد، لكن المجموعه ما بتعملش نفس الشغل، فبالنسبه لك ما بتبقاش عادله. طب بالنسبه لك انت، بعض الناس شافوا ان ابو جبل اتظلم، راجل بيلعب موسم كبير جدا الموسم اللي فات ومؤدي بشكل جيد، اخر يعني ماتشين ثلاثه يركب جنش جنش يروح المنتخب وانا ماشي مشوار طويل، كل احترام للاثنين طبعا جوان كبار يعني. طبعا طبعا، لكن هي في الاخر وفي الاول بتبقى عارف انت اللي هي وجهه نظر، وطالما انت عندك الاثنين على نفس المستوى او الاثنين قريبين من بعض، بتبقى وجهه نظر الراجل الموجود المدير الفني، الاثنين يمشوا مع بعض، تحكم الظروف بقى ان مثلا جنش هو اللي بيشتغل اخر 3 4 اسابيع او 3 4 ماتشات، فيبقى هو الاقرب والاجهز لمنتخب مصر اللي ما عندوش فتره كبيره ان هو يجهز حد. يعني ما عندناش فتره اعداد مثلا لمنتخب مصر ان انت تاخد معاك جبل وتاخد معاك مثلا شناوي فيلعبوا ماتشات وديه، فيبقى عندك فرصه. عايز اسالك سؤال، انت قعدت على كل الكراسي، نعم، انت قعدت في المنتخب وقعدت في نادي الزمالك دلوقتي، لو انت في المنتخب كان ممكن تقول اخد ابو جبل حتى لو مش اساسي؟ على فكره المنتخب ممكن في اوقات ممكن اه ممكن تقول كده، ممكن اه ساعات كنا بنعملها، يعني ساعات كنا بنعملها، يعني الحضري ما كانش في الصوره ساعات خالص وجبناه واشتغل وقعد معانا فتره كبيره جدا، شريف اكرامي ما كانش ساعات في الصوره وخدناه على خبراته وعلى خبراته الدوليه، بس كنت اخد الاساسي بتاعه. ما انا بقول لك يعني خدنا يعني اشتغلت كده واشتغلنا كده، خدنا الاساسي بتاعه اللي هو كان ساعتها محمد الشناوي، وخدنا برضو اكرامي نظرا لخبراته، فتقدر تاخد لعيب تستعين بيه. بس احنا في الفترات دي يا سيف كنا بيبقى عندنا فترات كبيره جدا للاعداد، يعني كنا بناخد الاول والثاني، وعندنا فترات كتيره نقدر نجهز فيهم المجموعه كلها اللي احنا بنشتغل فيها، فممكن يعني كان ممكن يستعينوا بابو جبل، وكان هيأدي وهيشتغل، وبرضه ما لا يقل عن جنش ولا يعني الاثنين في نفس المستوى. الزمالك في ازمه حراس بزياده؟ عشان الثلاثه على نفس المستوى. ازمه حراس بزياده، لان بالنسبه للمدرب ما بتبقاش ازمه، لكن بالنسبه للعيب بتبقى ازمه. ليه الازمه للعيب؟ اللعيب عايز يلعب، صح، والمدرب مش مهم، انا ممكن اغمض وعواد. نفس المستوى، نفس جبل، لو نفس انت صاحب جنش. قرار تطلع واحد منهم؟ لو انا صاحب قرار اطلع واحد منهم حسب حجم البطولات اللي انا بشتغل فيها، يعني ما يعني استعين بالثلاثه، بس لازم الثلاثه يدوني نفس المردود، يعني ايه؟ لازم الثلاثه يكونوا ايجابيين معايا.